السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن موجودين في الفضاء أو في المكان الذي سيبنى عليه مستشفى ملك سلمان. كما قاعدين نتجاهدوا وضع الباب ولم يبني لحد الآن المستشفى الانتظار بطبيعة الحال إتمام الدراسات التي سيتولى من خلال بناء هذا المستشفى الذي ينتظره أهالي القيروان. في الأماكن المداخمة للمستشفى هذا تم يوم أمس هدم العديد من البناءات كما تشاهدون. نحن الآن المكان اسمه الوسطية وأمام هذا الباب الذي بني وإن شاء الله في انتظار بناء هذا المستشفى الذي كما قلت تشرف عليه المملكة العربية السعودية. مشروع بناء مستشفى الملك سلمان تم يوم أمس هدم 4 مساكن قديمة، من بينهم مسكن فيه الربط بالتيار الكهربائي مقامون على ملك الدولة في حوزة المستشفى. واليوم الصباح تم تحويز قطعة الأرض التي تعد على ملك الوكالة العقارية للسكنة لفائدة وزارة الصحة بحضور كل الأطراف المعنية والإدارات المعنية بهذا. وبالنسبة لعملية الهدم المساكن تمت في ظروف طيبة، وبالمناسبة تحية شكر للمشرفين على العملية كل الإدارات المتدخلة سواء الأمن أو البلدية على التسريع بهذه الإجراءات، مع ملاحظة أن المواطنين لم يتم الاعتراض لهذه العملية بل كانوا مرحبين بالفكرة وفي انتظار انطلاق الأشغال إن شاء الله في القريب العاجل. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.